السلام عليكم، معكم خديجة كربيش من مؤسسة بيتاغو جونيور. اليوم جينا باش نمثلوا جهة دار بيضاء ستاس، وحنا اللعابة فرحانين بزاف حيت جينا نمثلوا الجهة ديالنا وجينا نمثلوا المؤسسات اللي جينا منهم. ونشكر جميع الناس اللي ساعدونا واللي أطروا هاد المنافسة وهاد الكومبيتيشن، ونشكرهم كاملين، شكرا بزاف. الاستقبال كان زوين بزاف، كانوا أجواء بوزيتيف زوينة، كنا فرحانين، كنا ضاحكين، وريسة عطانا واحد الطاقة إيجابية باش نبداو غدا ونديروا إن شاء الله شي ريزلتا زوين. شكرا. الاحتفال ديالنا زوين حيت تنشوفوا ان الرياضه ديالنا عندها واحد القيمه كبيره بزاف، وان المؤسسات ديالنا والجامعه الملكيه تنشكروها واللي هي السبب ديال هادشي كامل، وشكرا بزاف وحنا فرحانين بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا عرفيني انا براسك. معك رميساء الغجغوج من جهه سلا الرباط القنيطره، كنلعب الجولف، وانا جيت فرحه حيت نظمت اليوم سكولير الأول مرة بالنسبة للغولف، وأنا فرحانة بزاف وكنشكر الجامعة على هذه الفرصة هذه، وشكرا بزاف. شكرا لك بزاف. فعبري لنا على الإحساس ديالك في المشاركة في البطولة الوطنية المدرسية للغولف. شعور لا يوصف. أنا فرحانة بزاف حيت أول مرة غنلعب سكولير، وعجبني بزاف ليفالمون اللي كاين اليوم، و وكنشكر بزاف الجامعة اللي عطتنا هذه الفرصة ديال لعبو سكولير نتعرفو على مدارس أخرى جديدة. شكرا. شكرا لك بزاف. بالتوفيق. Bonjour, je m'appelle Romissa Kubbash, j'ai 15 ans, je suis venue de lycée d'excellence sport études à Rabat, de la région Rabat-Salé-Kenitra. On est venu ici pour représenter notre école pour le championnat scolaire du golf. Et là, on est venu ici et il y a plein de gens. On est bien amusé et j'espère que je fais de bons résultats. L'accueil a été parfait, j'ai bien aimé. Golf, c'est un jeu qui a besoin de la concentration. Et si tu le sais, tu vas bien l'aimer. Parce que il y a trop de gens qui disent que le golf c'est pas un sport, c'est juste un loisir ou je sais pas quoi. Et voilà, vous allez bien l'aimer si vous l'essayez. Je pense que ça a été une bonne idée parce que Adine Damon golf مغاديش غيولي ان جو ان بو غيولي بوبولار على الاول، حيت في الاول يافي كو الفوت هو لي بوبولار بزاف. دابا ان شاء الله غيطلع الجولف وان شاء الله حنا نطلعو نكونو لي فيتور شامبيون. وي غيولي في ليكول لي زيكول انتر هكا لي زيكول غيولي بلو بوبولار على الاول. لو جولف سي ترو اميزون، vous allez être trop amusé en jouant. السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا عرف لينا براسك. اسمي اسلام بن شرق، من جهة طنجة تطوان حسيمة، مدرسة فضيلة. مزيان. عبرينا الاحساس ديالك في المشاركة في البطولة الوطنية المدرسية للغولف. هذه أول مرة نطلع نشوف الأجواء هذه اللي نشاركوا في البطولة هذه، وكنتمنى البطولة نفوزوا فيها إن شاء الله. أكيد إن شاء الله وبالتوفيق لك. كنت فرداد زكروت من جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم جيت نمثل الجهة ديالي باش ان شاء الله عملوا الكومبيتيسيون، واستقبلونا انا واحد الاستقبال مزيون، ان شاء الله كنتمنى نربحوا ونفرحوا الجهة ديالنا، نفرحوا الاساتذة ديالنا وما نضيعوش المجهود ديالهم اللي كانوا كيعملوا معنا هذا الوقت كامل ان شاء الله. كنت كتمر في رياضة الجولف؟ شي 4 سنين هادي. رياضة الجولف زوينة بزاف، ولكن كتبغي الكالم، وأنا كتعجبني بزاف كنرتاح فيها، و كتعجبني بزاف بصح معادش غادي نقول على الرياضة ديالي، وكنشكر الأساتذة ديالي حيتاش كيعملوا معايا مجهود كبير. اسمي شي آدم، جيت باش نشرف المدرسة ديالي إعدادية عبد العزيز دينية، وأنا فرحان بزاف حيتاش استقبلونا مزيان، وإن شاء الله نربحوا علاش لا. كيفاش يمكن تقول لنا على شي حاجه زوينه؟ لا بغيت تلعب خص يكون عندك ديسيبلين، يكون عندك الاخلاق، الذكاء. شحال هادي انت كتمر في رياضه الكره؟ 6 سنوات. فرحان بزاف حتاش ولات بطوله مدرسيه اول مره غتكون. نشكر الجامعه الملكيه للرياضه المدرسيه. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ سيف الدين الغجغوج. عرف لينا براسك. اسم ديالي سيف الدين الغجغوج، وهذه اول مره كتنظم البطوله سكولير سبور سكولير
وبغينا نفوزو وعجبنا الاستقبال اللي كان هنايا وباغيين نربحو ان شاء الله فهاد سكولير ان شاء الله. انت من اي جهه؟ طنجة تطوان حسين. متشرفين. بقى عندي لك سؤال، شنو الاحساس ديالك في المشاركه في البطوله الوطنيه المدرسيه للكره؟ كيجيني شعور مزيون حيتاش عندي المدرسه ديالي اللي كنبغيها بزاف وكنتمنى ان شاء الله ان شاء الله وبالتوفيق لك. امين.